شباب اهل سيزي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. العرض بقى اللي انتم مستنيينه بقالكم فتره كبيره، انا استنيت لحد لما نزل خصومات كبيره جدا جدا، والخصومات دي هتكون خصومات حقيقيه لكل متابعين سيزي. تمام، النهارده بقى بمناسبه الجمعه البيضاء. تمام، خلينا بقى نقول الجمعه البيضاء، بما ان احنا كده مسلمين موحدين بالله نقول الجمعه البيضاء، مالناش دعوه احنا بقى بالبلاك فرايداي ده خالص، ده بتاع الناس الوحشين، خلينا احنا مع الناس الحلوين. النهارده بقى هيكون العرض ده لفتره محدوده في شحن كل المحافظات طقم عروسه كامل متكامل. تمام، وفي جزء تاني بسعر تاني، استنوا الجزء التاني علشان الجزء التاني هيبقى كمان في مفاجآت احلى واحلى. تمام، حطوا بقى لايك واعملوا شير وتعالوا نشوف النهارده العرض. العرض النهارده عرض عرضين، تعالوا نشوف بقى العرض عرضين ده هيكون ايه. يلا بينا بقى. اكيد انتوا عرفتوا انا هنا فين. انا هنا في سنتر التوحيد. بصراحه الحاجه بتاعته بتبقى حلوه جدا جدا، عشان كده كمان لما الناس بتيجي بتبقى راسي مرفوعه دايما، وبيلاقوا فعلا كل الاسعار وكل الخصومات وكل حاجه. واحلى حاجه عندهم شحن المحافظات. بالنسبه للاسعار، الاسعار في متناول الجميع، كل حاجه. اللي مش عايز عرض عنده قطاعي، وهنعمل برده جوله جوه المحل عشان نشوف كل الجديد. بالنسبه لارقام التليفونات، ارقام التليفونات اهي قدامكم كده زي ما انتم شايفين، وهحطها برده في اول تعليق. تمام، ويلا بقى نخش مع بعض نشوف الفيديو. يلا بينا بقى كده نقول بسم الله ما شاء الله. عرض عروسة كامل متكامل، يعني العروسة مش هتفكر تجيب حاجة، خلاص احنا جبنا لك كل حاجة في العرض ده. العرض ده معنا كام كرتونة بقى، مش كام قطعة، معنا كام كرتونة؟ معنا 36 كرتونة. لو عايزة تاخديهم من هنا تيجي تحمليهم 36 كرتونة. لو انت عايزاهم شحن محافظات هيقولك 36 كرتونة تستلميهم. تعالوا كده نتفرج كده، وبعد كده هنتكلم كم قطعة وكل حاجة، وهنقول السعر وكل حاجة. بس عايزين نعرف ال 36 كرتونة دول بتوع العروسة بيتكونوا من ايه؟ بيتكونوا مطبخ ونيش. تعالوا كده نشوف كده مع بعض. طبعا ناس كتير قوي قوي بتسال عن اطقم الالومنيوم، حطينا لكم طقم الومنيوم عالي الجوده، هنتكلم كمان عن النوع بتاعه وعن كام قطعه. تمام، بس من افخر انواع الالومنيوم. تمام، معانا شنطه معالق كامله متكامله، هنعرف مع بعض بالتفاصيل كام قطعه. تمام، وهنعرف كمان النوعيه بتاعتها وهنتكلم عليها. عندك يا تختاري دي يا تختاري دي، اوعي تاخدي الاثنين، لا هو في العرض واحده بس. تمام، احنا منديين لك اختيارين، اللي تعجبك خديه. وهنتكلم على دي وهنتكلم على دي، دي ودي نفس السعر موجودين جوه العرض. كمان طقم من الملامين، تمام، برضو بعرايس كتير بتحبه، والمربع والحاجات الحلوه دي، موفرين لك لونين مش طقمين، لونين. تمام، ادي لون اهو متوفر، وادي لون اهو. الناس اللي بتصور معايا دلوقتي سكرين عشان تبعت وتاخد شحن محافظات، تصور كده، ادي موديل اهو، وادي ادي لون اهو، وادي لون اهو، الاثنين مربع والاثنين تحفه. بالنسبه بقى للطقم اللي هو بتاع كوبري الازهر، طبعا هتقولوا المكان يعني ضلمه كده ليه؟ عشان النهارده الحد، انا جيت يوم الحد تبقى الدنيا رايقه. وادي بنك مصر اهو، تمام، بنك مصر اهو اللي هو اهو هنا، وجنبيه على طول جامع البنات، مسجد جامع البنات. ادي درب سعاده اللي انا بقول لكم عليه، تمام، مش بتاع البلاستيك اهو. هندخل كده اهو، ندخل كده الشارع هنلاقي سنتر التوحيد اهو. بصي كده اهو معايا اهو سنتر التوحيد اهو، ادي اليافطه اهي. تمام، عشان تبقي عارفه بس انت رايحه فين. اتكلم بقى على طقم السين النهارده، معانا مكون من اتنشرات. تمام، اتنشرات من كل حاجه، هنشوفه مع بعض. هو لون واحد يا جيجي؟ لا، بيتهيألي هيتوفر لكم لون تاني، هقول لكم على اللون التاني اللي هيكون متاح ليكم. تمام، بس ده اتنشرات. كمان متوفر اطقم حلل، اطقم كتير جوه العرض، مش هتختاري طقم واحد بتاع حلل، لا ده احنا هنحط لك اطقم. قلنا اول واحد الالومنيوم، وادي ده تاني واحد معايا، عدي معايا بقى وهنتكلم ده نوعه ايه وكل حاجه. وزي ما قلنا الحاجه هنا عاليه الجوده. طيب معانا كمان طقم اهو اللي هو الصواني المستطيله، معانا دي ده جرانيت، تمام، ودي مربع جرانيت، وده بتاع البيتزا جرانيت. تمام، بنتكلم لو عايزين بقى طقم طقم كاسات وطقم عصير وطقم كوبايات شاي وفناجيل قهوه، بصوا طقم كامل متكامل يتحط في النيش تحفه. بتهيألي بقى مفيش كمان احلى من الطقم ده، طقم عشا حاجه كده اخر جمال. طبعا بصوا شياكه شياكه شياكه، كل ده جوه العرض.
كمان ما نسيناش العروسه في حله الضغط عشان تعمل الاكل في 5 دقايق، ما يبقاش ليها حجه في حاجه. كمان الاطقم بتاعت البيض موجوده، القلايات كلها، كمان من الالومنيوم صواني برضو جوه العرض، الصواني بتاعت البيتزا موجوده، كمان الطقم، بصوا الصواني اهو، الطقم بتاع الكنك 3 اطقم، وبعدين ده شركه الدهان احسن نوع بتاع الومنيوم، معانا طقم الكيك عشان تعملي احلى كيك. شايفين بقى، عايزه اوريكم حاجه بالنسبه بقى للصواني. تمام، عندك دول لونين، ده طقم خشب، تمام، ده خشب، معاكي لونين اهم، انت هتختاري واحد، مش هتختاري دي، مش هتاخدي الاثنين، وفرنا لك لون ودي لون اللي يعجبك، اللي بياخد معانا سكرين. برضو بالنسبه للاطقم اللي هي بتاعه الشاي، تمام، اللي هي الاستانلس، معانا ادي طقم اهو وادي طقم اهو، اللي يعجبك تاخدي واحد. بقى الطقم الكنك برضو متوفر لونين، ادي لون وادي لون، مش تاخدي الاثنين، عشان نركز كده، الناس اللي قاعده معانا بتكتب، تكتب كده جهاز العروسه مكون من ايه وايه، تمام، ادي لون وادي لون، طبعا ده جرانيت عشان نبقى بنتكلم كده. بالنسبه لده معانا ده طقم بايركس، ادي 3 قطع، واحد للكيك وواحد للطاجن كبير وطاجن تاني صغير للايه، للبيتزا. بالنسبه بقى لطقم الشوربه موجود معانا اهو، في منه برضو الوان، مش هو اللون ده بس، يعني لو عجبك خديه، ما عجبكيش في لون تاني. الشوربه التاني اهو، تمام، يبقى يا ده يا ده، اللي يعجبك بقى هتاخديه، ادي طقم وادي طقم. بالنسبه بقى لطقم القهوه معاكي، ادي الطقم اهو، تمام، انت هتاخدي طقم واحد، يا اما لو عجبك الشكل ده تمام شغال، في منه الوان، اه في منه الوان، معانا 3 الوان، مش عاجبك ده يا ستي في عندك طقم قهوه تاني اهو. بصوا الحاجات الكيوت الجميله دي، ادي طقم وادي طقم، اللي يعجبك جوه العرض شغال، والسعر خيالي. كمان في طقم معانا، طقم بتاع ايه، بتاع مجات، طقم برده كامل متكامل، ادي لون اهو وادي لون اهو، اللي يعجبك خديه، تمام. للشيالات بقى معاكي شياله واحده، معانا 3 موديلات، معانا ادي واحد اهو، تمام، ومعانا ادي التاني اهو وادي التالت اهو، اللي يعجبك تاخدي طقم واحد، اللي عايز ياخد سكرين ياخد معانا، تمام. السعر كملوا معانا الفيديو، لسه هنقول الحاجه متكونه من كام قطعه. معانا كمان الطقم البايركس، طقم البايركس هنقول برده كام قطعه، حاجه برده شيك قوي ورسمه هاديه وجميله جدا، منه الوان كتير جدا، تمام، يعني ده لو ما عجبكيش ابعتي على الواتس هيبعتوا لك كل الالوان اللي متاحه. ده الاكروبيل، تمام، وده الاكروبايركس، ده برده اهو، تمام، ده برده في منه متوفر منه الوان، تمام، برده خدي كده، ده برده جوه العرض، مش يا ده يا ده، لا هتاخدي ده وهتاخدي ده، يبقى احنا كده جبنا للعروسه كل حاجه. ده لسه لسه، ده لسه، اصبري معايا. بصوا رقم 3، طقم ثالث للعروسه حلل، طقم ثالث اهو، الطقم اللي معانا ده نوعه ايه، ده زي التفلون كده، تمام، ده زي التفلون، يبقى احنا خدنا جرانيت، خدنا الومنيوم، خدنا تفلون، وكمان حطينا معانا طقم بتاع ايه، بتاع العروسه الاستلس، تمام، الاستلس، استلس عالي الجوده، معانا 5 حلل، تمام، طقم استلس كمان. يبقى احنا كده عملنا للعروسه كام طقم حلل، بيتهيألي بقى مش هنجيب اي حاجه تاني، ادي 1 2 3 4، 4 اطقم حلل، غير كمان الحله اللي هي بتاعت الضغط كمان جبناها. بس على كده يا جيجي لا لسه، استنوا معايا. معانا ايه كمان؟ معانا 2 براد، 2 براد، طبعا حاجه محترمه جدا، ده الكبير وده الوسط، مفيش حاجه اسمها صغير. كمان في اللي هي اللبانه اهي، برضو بتشيل معايا لان هي كبيره بس الكاميرا مش مبينه. معانا كمان بالنسبه للسكاكين، مش كل السكاكين دي هتاخديها، هتاخدي اللي يعجبك من اي واحده من دول، ادي موديل وادي موديل وادي موديل، اللي يعجبك منهم هتاخدي واحده، مش سكينه، هتاخدي علبه بتاعت سكاكين. كمان معانا الطقم الجرانيت ده بتاع التوابل الدواره، تمام، اهو في منه الوان، اللون ده بس اللي احنا حاطينه، في منه الوان، اللي يمشي معاكي شغال، اطلبي اللون اللي انت عايزاه، في الوان متاحه. كمان توابل، مش هو ده وبس، لا طقم كمان، والطقم التاني ده بقى احلى واحلى، ليه بقى؟ عشان يمشي معاكي على اي موديل بتاع مطبخ، اي لون مطبخ هيمشي معايا، لان في كل الالوان، وزي ما انت شايفه كده شكله تحفه. بالنسبه بقى للترامس، طبعا اي عروسه عايزه ترمس، معانا 4 موديلات من الترامس، بس انت هتاخدي واحد بس، تمام، اللي يعجبك خديه، بصي عشان ما تبقيش متقيده بواحد بس، تمام. بالنسبه لطقم التوزيع، اعلى جوده اللي هو السيليكون ابو يد خشب، اعلى حاجه موجوده معاكي طقم واحد من دول، ادي لون وادي لون، دول اللونين اللي متوفرين، تمام. طبعا بقى كلنا عايزين نعرف السعر بقى كام، صح؟ اكيد
مستنيين معايا عايزين تعرفوا السعر ايه. بتهيألي انا كده شرحت العرض، بس لسه هنتكلم عليه شويه كمان، تمام؟ لان هو فعلا فعلا يستحق ان احنا نتكلم عليه. بس قبل ما نتكلم عليه هنقول بقى السعر، لان انا عارفه كده ان صبركم نفد وعايزين تعرفوا السعر. يلا نعرف السعر مع بعض. انتوا كده بقى يا جماعه كده معايا، تمام؟ قبل ما هنتكلم عن تفاصيل اي حاجه، عشان انتوا دلوقتي عايزين السعر. بالنسبه للسعر، كل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي كلها اتضربت دلوقتي على الاله. العرض ده ما كانش متحضر. العرض ده انا قلت لهم عايزه احلى عرض عروسه، تمام؟ العرض ده عمل 22,500. طبعا انا قلت لهم الرقم ده ما يعجبنيش، تمام؟ قالوا الحاجه كلها عاليه جدا، والحاجه كلها مستوى عالي، وحاجه نظيفه، مش حاجه العروسه تستعملها شهر ولا سنه ولا اتنين، لا دي هتقعد العمر كله. قلت لهم لا، ما ينفعش الكلام ده لمتابعين جيجي ولا بمناسبه الجمعه البيضاء. طيب هنعمل العرض ده هيبقى بكام؟ طبعا الحاج بقى كرمه كان زياده الصراحه معانا النهارده لكل متابعين جيجي. العرض ده يا جماعه هيعمل اللي هو 35 كرتونه ولا 36 كرتونه؟ 36 كرتونه. ال 36 كرتونه هيعمل 17,500 جنيه. 17,500 جنيه كل الحاجات دي. والناس بقى المحافظات كلها، اي شحن محافظات بره القاهره الشحن هيكون مجانا. الشحن مجانا، هيوصلك لحد باب البيت مجانا مجانا مجانا. ودي المفاجاه الكبيره جدا جدا جدا. الشحن يا جماعه لحد باب البيت، عربيه مخصوصه هتجيلك لحد باب البيت، هيكون مجانا، تمام؟ فبيتهيألي مفيش كرم احسن من كده. 17,500. طب وبالنسبه بقى لو احنا من القاهره يا جيجي ومعانا عربيتنا وهنيجي نحمل الحاجات دي كلها، مالناش احنا بقى كرم زياده؟ يعني تنزلوا لنا من الفلوس شويه؟ لا مش هننزل لك من الفلوس، بس هنعمل لك حاجه احلى واحلى، هنديكي هديه، والهديه دي مش لبتوع المحافظات، عشان ناكد تاني، الشحن بس اللي هيكون مجانا لكل المحافظات، انما اللي من القاهره او اللي هيجي لنا وهياخد الشحن مش هي يعني مش هيوصل له الشحن مجانا، تمام؟ هياخد الطقم ده هديه. بصوا بقى الطقم ده، شايفين ده كريستال 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 كريستال، تمام؟ طبعا انتوا عارفين ان الطقم ده غالي جدا جدا، تمام؟ الطقم ده هيكون هديه للي هيجي ياخد الطقم او العرض الكامل متكامل ده. العرض ده الهديه بتاعتنا هتاخديها بالكرتونه، يعني هيبقى معاكي 37 كرتونه. معانا طبق الفاكهه، معانا البومبنيره، ومعانا الفازه، كلهم كريستال زي ما انتوا شايفين كده اهو، تمام؟ اهو. بصوا بقى يا جماعه، معانا طقم الومنيوم 8 قطع، 8 حلل. 8 حلل. معانا شركة ايه؟ شركة الدهان. تمام. بيد ستانلس. الدهان. تمام؟ اه. بيد ستانلس والغدا ستانلس. ومعبد ستانلس. تمام. دي عازلة للحرارة. تمام، حلو الكلام ده. ده 8 قطع. طبعا دي حاجة تقيلة وحاجة محترمة. المقاسات معانا من أول كام لحد كام؟ من 16 لحد 30. من 16 لحد مقاس 30. تمام. المقاسات اللي هتستعملها العروس. تمام. العروسة طقمين، يا فضي يا ذهبي. بصوا يعني العروسة ليها طقم واحد. اه. معانا الشنطة بتتكون، ممكن نوري للناس كده هنقرب. معانا الشنطة بتتكون من كام قطعة؟ 86 قطعة. ستة دي أو دي؟ دي 86 ودي 86. 86 قطعة. ده النوع اللي هو الفضي، وده النوع اللي هو الذهبي، اللي أنت بقى تفضليه، تمام؟ الاتنين نفس السعر، موجودين في العرض، تمام؟ أي شنطة من دول 86 قطعة، يا إما فضي يا إما ذهبي. طيب ندخل على الميلامين. الميلامين ده عبارة عن طقم كبير غويط. في اطباق غويطه واطباق مسطوحه للرز واطباق مسطوحه. كم قطعه بقى معانا؟ كم قطعه؟ 44 قطعه. 44 قطعه، ويا اما ناخد ده يا اما ناخد ده، صح كده؟ يا اما ناخد ده يا اما ناخد ده. تمام، 44 قطعه. في لسه رسومات تاني. طب تمام، لسه يا جماعه في، مش هم دول بس اللي انت متايده بيهم، هو موريكي بس رسمتين. تمام. طب لو انا عايزه اشيل حاجه من العرض واحط حاجه تانية هيكون متاح؟ متاح الموضوع ده. تمام، عايزه حاجه اعلى. انت جبتيها قبل كده وعايزه تغيري من العرض تشيليها وتاخدي حاجه تانية مكانها، مفيش مشكله عندي. موجود. هنظبط لها حاجه بسيطه برضه. تمام. تمام، معانا الطقم ده. الطقم الصيني، الطقم الصيني ده عباره عن 12ات. 12ات. كله كام قطعه؟ كله 97 قطعه. 97 قطعه. معانا اللون ده ولا معانا الوان تاني؟ في منه رسمتين. اه غير دي. غير دي. هيبقى يعني اللون ايه؟ هيبقى على فضي برضو. اه. وعلى شكل تاني في الذهبي. تمام. تمام كده؟ تمام. نتكلم بقى على تاني نوع من الحلل، معانا الطقم ده جرانيت. الطقم ده جرانيت. عايزين نعرف برضو نوعه ايه؟ وفي منه تركي. كام لون؟ ده تركي، ده في منه اللي هو معايا كده. ده تركي؟ اه. تمام.
في معنا خمس اربع حلل وجريل. حلل وجريل تمام. معنا كام لون؟ في منه بتاع اربع الوان. اربع الوان كمان اللون على الكرتونه ده. تمام تمام. في لون تاني فاتح برضو على بينك برضو. تمام. في لون على موف. تمام. ايه ده؟ طقم صواني. ده طقم طواجن جرانيت. اتنين قطعتين. اتنين صح؟ بس تركي، بس حاجه كويسه تركي وحاجه نظيفه. تمام. كمان يمتاز ان هو تقيل، وبرده في منه الوان مش محكومين بلون واحد. تمام. حلو قوي نظام ان احنا عندنا الوان دي عشان تمشي معانا. وكمان الجرانيت دول ثلاث صواني بقى. ثلاث صواني بثلاث مقاسات. ثلاث مقاسات. تمام. برده في الوان. في منها الوان. تمام. حلو الكلام ده. معانا الصواني بتاعت البسبوسه او البيتزا. البيتزا. معانا اتنين جرانيت وحاجه محترمه. معانا حاجه محترمه. انا شايفه ما شاء الله حاجه محترمه. معانا كمان طقم المقلايه برضو حاجه تحفه. ثلاث مقاسات وبرضو حاجه محترمه. بص التوزيع حراري ما شاء الله عامل ازاي، وفي منه الوان. في ثلاث الوان. تمام. بص انا بشرح معاكم اهو بالتفصيل. معانا كمان برضو الدهان، ودي احسن نوع من الالومنيوم، وحاجه تقيله وما يعني اللي بيحب الالومنيوم تقيلة. تمام. عشان انا عندي اصل الدهان فانا عارفة تبقى حاجة تقيلة جدا، حاجة محترمة جدا، حاجة ما بتخربش، ما بتزرقش، ما بتعملش الحاجات دي كلها. تمام. معنا ثلاث صواني بثلاث مقاسات. معنا كمان صواني بسبوسة الدهان. بسبوسة. تمام. التلاتة برضو. تمام. معنا كمان الدهان طقم كازارولا ثلاث قطع. معنا برضو من الصواني، انا شايفة اهو من الصواني عندنا الصواني الخشب. صواني الخشب. طقم صواني خشب. احنا معانا طقم واحد بس، ادي لون وادي لون اهو. منه كذا رسمه. تمام. اللي جوه ده هنا ايه؟ خشب. ده خشب. اه خشب اهو. تمام ماشي. يبقى يا ده يا ده. تمام. معانا كمان من الاستانلس اتنين ذهبي. معانا الذهبي اهو. ده ذهبي ماشي. وفي ذهبي على يا ده يا ده ماشي عشان تبقي عارفه. يا اما تاخدي ده يا اما تاخدي ده. انا بشرح اهو واحده واحده. طقم الصواني بتاع الكيك قلب ومدور ومربع. تمام. ودي بتتفك وبتتعمل. تمام. اللي بتتفك وبتتعمل. الطقم كامل متكامل. انا كمان طقم الكنك بالعليقه بتاعته. تمام. برضو بيجي في كرتونه ثلاث قطع. معانا لونين. في تاني الوان تاني. يعني في اللون دوت واللون ده، وفي منه كمان لونين تانيين ما شاء الله. تمام. معانا كمان طقم الشوربه اهو. الشوربه. طقم الشوربه ست قطع بالحامل بالحله. بالحامل بالحله. طقم الشوربه ميزته ده كمان الحله دي ممكن تدخلها الفرن لانها بوتاجاز، لانها بورسلين. بورسلين. تمام. ودي برضو. ودي برضو نفس الكلام. نفس الكلام. انت تختار بقى الشكل بقى عندنا. تختاري بقى الشكل اللي يعجبك. عندنا شكلين او ثلاثه. تمام. عايزين برضو نفهمهم موضوع حته القهوة دي. القهوة عندنا هو طقم قهوة واحد بس، انت بتختاري الشكل اللي بيتناسب مع حضرتك. عايزة حاجة هادية. تمام. في اهو. عايزة يده. حاجة فيها شغل فراشة، حاجة جميلة. يا ده. تمام. عندنا برضو يا اما التاني ده. اللي هو مش ده وده ماشي عشان نركز. واحد بس احنا بنختار برضو اللي يتناسب مع زهن السادة. ماشي. لو عايزين حاجة في منه سادة. الوان. ماشي. معانا منه ثلاث الوان اهو. وده برضو زيه بس يا ده يا ده ماشي مش ده وده. وبرضو طقم المجات في برضو لونين. لونين تختار برضو. في منها الوان تانية غير اللونين دول. تمام. برضو عشان ممكن تاخدي سكرين وتبعتي. ايوه. تمام. منها بيبقى طقم اربع قطع. ده بقى طقم 42 قطعه. 42 قطعه. ده بقى فيه كل حاجه. ده فيه كل حاجه. ستة كوبايات صغيره للشاي. وطبعا احنا بنتكلم على حاجه نظيفه. خامه نظيفه. خامه نظيفه تركي. تمام. تركي. معانا كاسات نظيفه قوي. معانا كاس. تمام. ستة كوبايات. كل حاجه بقى ستات. ستات. تمام. دي كوبايه العصير ستات. تمام. ومعانا شكل كاس تاني. شكل كاس تاني برضو. ومعانا طقم بتاعت كوبايه القهوه بالطبق بتاعها اهي. كاس. بصوا يا جماعه كل حاجه من اللي انت شايفاها دي ستات، يعني بيتهيألي طقم كامل متكامل اهو للعروسه. تمام. حتى كوبايه الشوب اهي. تمام. اهي وادي القهوه اهي بالطبق، وادي كوبايات الشوب موجوده سته، وكوبايات الميه. كل حاجه كل حاجه موجوده. معانا طقم الشاي ده بقى لون واحد ولا معانا الوان برضو؟ في منه اربع الوان. اربع الوان بس نفس الستايل. نفس الستايل. نفس الستايل. معانا الوان ايه وايه؟ في ده على بينك. ده على بينك. في على افتح من كده شويه في البينك بتاعه. تمام. في على اغمق. ايوه. وفي درجه ثالثه. تمام. يعني احنا معانا بنفس الموديل بس اربع الوان مختلفه. اربع الوان مختلفين. تمام. حلو الكلام ده. عندنا الشياله البورسلين في ثلاث موديلات بس، طبعا العروسه بتختار موديل يتناسب معاها. بتاخد واحده. واحده بس. في مدور، في مربع، في الشغل اللي هو فيه نظام ماجنيسيوم. تمام. حفر.
تمام. اي واحده من دول بتاخديها في العرض؟ بتاخد واحده من دول في العرض. تمام. معانا بقى كمان انا شايفه الحله تحت الضغط كم لتر بقى عشان مش باينه في الكاميرا كده مع الناس؟ دي 9 لتر. 9 لتر. 9 لتر تركي. تركي ستانلس 18/10. ما شاء الله. تمام. دي موجوده معانا في العرض. معانا كمان طقم البايركس. بايركس من 3 قطع. طاجن. طاجن كبير مش طاجن كبير جدا. اه فعلا. طاجن للكيك والطاجن بتاع الكيك. طاجن للكيك. تمام ماشي. وصينيه بسبوسه. وصينيه البسبوسه. اه تمام ماشي. معانا بقى طقم الاكروبال. الاكروبال ده 58 قطعه. 58 قطعه. 58 قطعه. معانا بقى كام لون فيه؟ معانا فيه بتاع 4 الوان. فيه 4 الوان. تختلف بقى الورده ولا بتبقى هي الورده بس على الوان مختلفه؟ لا تختلف الورده طبعا. رسمه ثانيه. رسمه ثانيه خالص. تمام. 4 رسومات مختلفين خالص عن بعض. طيب حلو الكلام ده. تمام. عشان اللي ما يعجبوش حاجه يبعت على الواتس يقول ايه لا انا عايز اغير. طيب بالنسبه للطقم ده اركوبايركس. اه معانا الوانه ايه؟ في بتاع 25 لون فيه. ما شاء الله. معانا كم قطعة؟ ده 46 قطعة. 46 قطعة. تمام. تمام حلو الكلام. 46 قطعة. أنا شايفة كمان معانا طقم حلل تاني. طقم حلل ده تيفال. تيفال. تمام. معانا التيفال. التيفال ده برضه 4 حلل. أربع حلل وجريل. وجريل. تمام. في منه برضه ألوان مش لون واحد. كام لون بقى معانا كام لون؟ في منه بتاع 3 أو 4 ألوان. 3 أو 4 ألوان. تمام. كده معانا ده تالت طقم حلل. طقم حلل. وادي رابع طقم حلل. رابع طقم حلل. طقم حلل ستانلس 5 مقاسات. 5 مقاسات. اكبر مقاس واصغر مقاس؟ اصغر مقاس مقاس 16. 16 18. اه. واكبر مقاس مقاس 26. واكبر مقاس 26. حتى مكتوب على الكرتونه اهو 18 و26. برده مقاسات حلوه جدا جدا. ندخل هنا شايفاك مدينا 2 براد. 2 براد ستانلس استعمال مقاسين. مقاس صغير لتر. انا شايفه ان ده مش صغير. لتر ونص. ما شاء الله. اه يعني انا شايفه ان ده مش صغير. احنا بنقول بقى عشان نشرب شاي كتير. فمعانا لتر ونص ومعانا 2 لتر. معانا 2. ومعانا كمان لبانه برده كبيره مش صغيره. تمام. معانا هنا طقم سكاكين. هو طقم واحد بس في منه برده اشكال. ده في منه اشكال والوان. احنا هناخد طقم واحد سكاكين. طقم واحد. ماشي. ده في منه الوان مش لون واحد. ده في منه الوان. أيوة. وده في منه الوان. وده في منه الوان. الموديل اللي يعجبك هتقشري على واحد بس. هتقشري على واحد وتقولي اللون اللي انت عايزاه مفيش مشكله عندك. بس تمام كده اهو. بالنسبه لدي برده اه في منها الوان. الدوره دي الوان. دي 16 قطعه. دي جرانيت عشان نبقى يبقوا عارفين. في منها الوان. في منها برده 3 الوان أو 4 الوان. وعندنا طعم التوابل اللي هو الشاي والسكر. بتهيألي هو كفايه قوي اللون ده. هو فيه كل الالوان. الوانه كلها متشكله. مش عايز يتغير. تمام. بالقعده بتاعته اللي استلس. تمام. معانا بقى الترامس. ترمس برده واحد. برده بتختار الشكل اللي عايزاه. الاسكان الذهبي ده في منه لونين. في ذهبي وفضي. تمام. الاسكان البينك دوت في منه 3 الوان. بينك و بيتي ولون تاني تقريبا على اسمر. تمام ماشي. ومعانا الاستانلس ده. الاستانلس ده بس هتختلف بس في اللون بتاع اليد. اليوم بتاع اليد بس. انما هو كله استانلس. كل واحد. ومعانا الاستانلس التاني الالوان دوت. ده بقى في منه 4 الوان. في منه الوان. في منه 4 الوان. تمام. ده بقى الطقم ده. تجزيع الجرانيت. ده ميزته كمان. ده اللي هو السيليكون. ده سيليكون. تمام. ويد خشب. يد خشب. تمام. ده من احسن على فكره. ده من احسن الانواع. الانواع. معانا كام لون فيه؟ معنا منه 3. معنا 3 الوان. ادي لونين اهم. واللون التالت. في اللون التالت. اللون التالت تقريبا هيبقى على لبني. على لبني. تمام. حلو الكلام. طبعا كده بيتهيألي احنا قلنا العرض كله كدا. صح كده. وصلنا العرض كله كده. احنا شرحنا لكم العرض واحده واحده. تمام. بيتهيألي مفيش حاجه ناقصه. يا جيجي هيقعد معانا قد ايه بقى؟ هتقول لنا يوم ولا 2 ولا أسبوع ولا شهر؟ لا العرض ده هيقعد معانا شهر 11 كله ومقانسنا كمان شهر 12. شهر 12 كله ايوه لحد يوم راس السنه. تمام؟ يعني الاسعار دي طبعا هتبقى الدبل من اول السنه واحنا عارفين الكلام ده كله. فنلحق بقى العرض ده عشان ده عرض العروض. تمام؟ العرض ده لحد يوم 31/12 ان شاء الله باذن الله. ونستقبل السنه الجديده بخير وبعروض برضو اكيد ان شاء الله هتكون كويسه. تمام مع ادي الكارت تاني زي ما بقول لكم. درب سعاده مول الاشراف بجوار بنك مصر شارع بورسعيد محل التوحيد.
تمام مش هننسى بقى. وادي ارقام التليفونات اهي زي ما انتم شايفين، وما تنسوش العرض ده ما يتفوتش، كله حاجات نظيفه جدا جدا جدا، حسبناها واحده واحده. لو انت داخله تشتري عملوا 22,500، لو احنا خدنا العرض على كله بنسبه العرض عرضين هيبقى عامل 17,500 جنيه، والشحن لاي حته مجانا. خلي بالك من كلمه الشحن مجانا دي واتكي عليها. لو انت بقى هتيجي تاخدي الحاجه تمام هتستفيدي بقى بدول، دول انا عايزاكم ما تسيبوش دول، عايزه اقول لكم ان دول تمنهم بره، لان دول كريستال اصلي بيعدوا ال 1500، فاوعوا تسيبوا دول. يعني تعالوا بقى ما تاخدوش الشحن وتعالوا عشان تاخدوا دول. فانا عن نفسي لو انا حاجي عشان اخد دول، دول حاجه اساسيه لكل عروسه. بومبونيره، اما تحطي لبنتك بومبونيره كريستال وفازه كريستال وطبق فاكهه كريستال، حاجه محترمه جدا 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 عشان تبقي عارفه بس، تمام. فيا رب كده الفيديو بتاعي النهارده ده يكون عجبكم، بالله عليكم بقى لايك كتير كتير لانه بجد يستحق اللايك عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. وان شاء الله باذن الله في جزء تاني بعرض تاني جديد خالص خالص، هنشوف العرض اللي جاي في الجزء التاني، وان شاء الله باذن الله هحط لكم كمان كل التفاصيل في اول تعليق مثبت. واشوفكم بقى في فيديو جديد وابهار جديد من مطبخ جيجي على قد ايدي، ولسه الابهار مستمر وهبهركم، يعني هبهركم حبايب قلبي جيجي. مع السلامه.